بداية، ما جديد المعارك في جبهة مأرب؟ أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة وبكل مشاهدي قناة اليمن اليوم. نعم، القوات الحكومية تقدمت خلال هذا الأسبوع ما يقارب من 30 كيلومتر كما ذكرتي، حرروا منها مديرية حليب بالكامل ودخلت في أغلب مناطق الجوبة بالجبهة الجنوبية وكذلك بعض عزل وقرى العبدية، وأصبح سقوط مركز مديرية العبدية ومركز مديرية الجوبة قاب قوسين أو أدنى. نعم، يعني العيون الآن لإسقاط مراكز المديريات. ستكون المعارك القادمة في صرواح. صرواح هي ستكون المعارك بداية نهاية الميليشيا في صرواح لواقعية الأرض هناك. ويعني فالجيش الوطني والقوات العمالقة الجنوبية ورجال القبائل عيونهم جميعهم على صرواح. أما مسألة مركز مديرية العبدية والجوبة فسقوطها هو مسألة وقت، يعني ممكن في الساعات القادمة إن شاء الله. نعم، ماذا في عن شيء أبغى ننوه عليه، تفضل. ننوه إلى شيء مهم، أن قوات العمالقة الجنوبية لا زالت متواجدة في الميدان. يعني لا صح الخبر الانسحاب الكامل اللي يروج له بعض قد يكون بحسنية، لكن قوات العمالقة ما زالت موجودة. نعم، موجودة ماذا الانسحابات هي تقصد فقط. بالانسحاب الكامل؟ هل هناك انسحاب جزئي؟ لا، اي نعم، في بعض الألوية الاحتياط انسحبت الى موضع في شبوة، لكن هناك كما اكد لي بعض قادة العمالقة ان هناك يعني تحضير لعملية اخرى، يعني العملية العسكرية في تحضير لها، يعني لا يودون الكشف عن مهمتها في الوقت الحالي، لكن هناك تحضير لعملية عسكرية في الايام القادمة ان شاء الله. اما القوات العمالقة لا زالت متواجدة في مأرب، واغلبها متواجد مأرب الذي انسحب، بس قلت لك بعض ألوية الاحتياط فقط. نعم، ما هي المناطق التي تم الانسحاب منها في مأرب؟ ما كمناطق لا يوجد انسحابات من مناطق، هناك انسحاب فقط لبعض قوات العمالقة ألوية الاحتياط فيها عادت إلى تموضع في شبوة، وذلك في تحضير لعملية عسكرية أخرى. نعم، لا يودون الكشف عنها يعني في الوقت الحالي. نعم، ماذا ممكن في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون في أخبار طيب. نعم، ماذا عن التقدمات التي تحصل في معسكر أم ريش وأيضا في عقبة ملعاء؟ معسكر أم ريش تحت سيطرة نارية لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة الجنوبية. أيضا بالنسبة لعقبة ملعاء هي أصبحت يعني السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الوطني وقوات العمالقة الجنوبية. نعم، أنا أريد أن أنوه إلى شيء آخر، وهو ما حصل من تقدمات كبيرة في مأرب، يعني في خلال فقط أسبوع فقط 30 كيلومتر يتحرر. هذا يعيد إلى الأذهان ما حصل في الساحل الغربي من قبل أبطال حراس الجمهورية وقوات العمالقة الجنوبية. يعني حيث بدأ التحرير من المخا إلى داخل مدينة الحديدة في خلال أيام معدودة. دولة التدخلات الأممية واتفاق ستوكهولم لكانت المدينة الآن محررة. فالحوثي يسقط أمام أي وحدة ضف، هو يعيش على أفتاف الخلافات، وما حصل في مأرب والساحل الغربي يعني خير دليل. نعم، الرائد مازن الشوكي، نائب مدير المركز الإعلامي لمحور آزال، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.